يا دكتور شوف أمل، أي حل، المهم إن أجيب طفل. معجزة حصلت مع هناء إسحاق من الشهيد عصام بدار، اتجوزت من 26 سنة ومفيش أطفال، لدرجة إنها عملت حقن مجهري 4 مرات وفشل. الفلوس كلها راحت، والعمر كمان، واحدة عندها 49 سنة، يعني خلاص ما بقاش في حاجة تفرح. آخر مرة راحت عند الدكتور نادر إسحاق قال لها انتي مفيش امل انك تجيب اطفال. راحت قالت له يا دكتور شوف امل، اي حل، المهم ان اجيب طفل وافرح بيه. الدكتور قال لها مفيش امل. رفعت عينها لربنا وقالت له يا رب عاوزة طفل، راضيني زي ما رضيت حنة ام صميل. طلبت شفاعة شهداء ليبيا، جالها الشهيد عصام بدار وقال لها خد الطفل ده، ربنا بعته ليكي علشان يفرحك بيه. بعد شهرين راحت عند الدكتور نادر قال لها انت حامل. قالت له ازاي؟ قال لها الدكاترة اللي ما تقدرش تعمله ربنا يقدر يعمله. انت حصل معاك معجزة، بركة شفاعة الشهيد عصام بدار تكون معاكم وتفرح قلوبكم.